كعبد هو زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني أنا وهمت أنت تهضع كاف وعيد لك في الآيات هذه ثلاث مرات ما جاهل مجاهل جاهل مجاهل المصيبة ما شاء الله والإحراج لي ما شاء الله كانوا خوياي حاضرين يا حبهم للشماتة لازينهم حتى بعض الناس سمعت والله ورا وغير كذا أبوي كان ورا يصلي أبوي كان معنا يصلي فالجماعة حافظين يردون علي آخذ كلمة وأضيع الباقي طارت خلاص موقف أقول لكم شباب موقف لا يعني لا أحسد عليه تمنيت إني ما جيت الحي تمنيت إني ما نقلت القاعدة الجوية في الخميس والله لو أعلمك أسلمت والله العظيم قلت بس أقول لك رجعت والله المهم صليت وقمت الركعة الثانية إني أنا آخذ آخذ الآيات الثانية بمعنى الثاني قلت لا خلنا نقرأ الصورة وقفت مرت الأيام قلت هذا تحدي لنفسي حددت نفسي تحدي قوي صراحة وقلت أنا الموقف ذا كنت خايف منه مرة يمكن سنة أيوه وصلي بالناس قلت أنا إلا أقول أقرأ المريم ضروري وأقرأ مريم أموري طيبة في بعض الأشخاص من الشباب عندنا صلوا مرة واحدة بعدين قالوا يا حبيبي والله ما عاد نصلي فضروري يصير أخطاء دقيقة أبو البراء عندي موقف أمثل لكم دقيقة خلينا أقول موقفي قبل أتمثل عشان تأخذني أبغى أعطيك الخلاصة الزبدة أنا عندي موقف شخصي مريت فيه هذه. بداية كتابتي للشعر طبعا طبيعي الواحد يكتب شعر مكسر خزعبلات والله من جد خرابي بالضبط والله أنا سوالف فجمعت كذا مجموعة من النصوص كذا كتبت جمعتها في مجلد واحد كذا نسيت العنوان كذا كتبت صدى المشاعر الله من يراعي الشاعر يا سلام والمدرسين اللي في اللغة مدرسين اللغة العربية في المدرسة وأعطيه يقول له إيش رأيك والثاني والثالث والرابع طبعا في اللي مدح يعني قالها بداية كويسة وفي اللي قال اعتذر واحد منهم قال لي يا أخي سيب الشعر تراك لا أنت للشعر ولا الشعر لك أفا شوف لك أي مجال أي مجال ثاني واشتغل فيه أي والله بهذا النص تكسير مجاديف وراحت الأيام وأنا أخذت هذه الكلمة تحدي حتى أثبت لهذا المدرس أني برافو أني أقدر أكون شاعر السنة اللي تخرجت فيها من المدرسة الثانوي ثالث ثانوي بعدها بسنة كتبت قصيدة في مدرسين المدرسة نفسها 132 بيت ما شاء الله كل مدرس أهم شيء ذاك طلع في نصف هذاك نصفته ذاك أي مو نصف كنت يعني أذكر فيها هجاء مو هجاء مواقف طريفة كانت تصير مع مدرسين تعرف بعض المدرسين عنده لازمة معينة صح. بعض المدرسين عنده مدري ايش فكاهية يعني صح أي فكاهية والله مدرس هذا اتصل عليه قال أنا شفت قصيدتك من الجانب الفني ممتازة جدا 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 مستمر والله يوفقك لذلك أحيانا الكلمة ترى قد تقتل وقد تصنع في نفس الوقت الله عليك تصنع شخص صحيح انا إيه. ابو البراء انا لقيت كلمه طيب اقول لك بتمثلها انت انا بس بعقب على كلامه ولا ثاني بس ثاني تفضل في بعضهم هو في بعض الناس تلقى لي حط مأهله عرفت غير مدرسك يعني انا بالنسبه لي ترى اللي رفعني في الاعلام الوالد الله يحفظه ليش كان دائما لما نسافر نطلع البر اي شيء يخليني انا اصلي أنا اللي كذا أنا أنشد يا محمد نروح مجلس يقول لي قل القرآن كذا فالوالد هو اللي رفعني بس أبو البراء أنا تحمست يعني مرة قلت لازم يا أخي في الحب أني أطلع وألقي كلمات وأصلي في مسجد عندنا في حي العليا معي يا خالد أصلي مسجد في العليا قلت لازم ألقي كلمة أنا يلا إيه وأكل غترة وأحط المرزام ذا شطولة لازم أشغل نفسي أني شيخ بدع مشاري صغير ما اخذ معي واحد من اخوي والله انه يشبه الرجال لا تكوى يا مهدي اقول اسمه مهدي قلت تكوى يا مهدي عرفته قلت يا مهدي تكوى قلت تكوى يا مهدي خليك خير معي انا بقي كلمه بعد الصلاه بروح في مسجد ما حد يعرفنا ولا نعرف مين انا بدزها اول مره اطلع القي كلمه شو اسمه ليش به هلا رجال من الرجال تقول اسمه مهدي المهم الحمد لله ساعه المغرب اللي احنا والرجال مع المذل في الصف الاول شيخ
المهم يوم قد هي بتقيم تعرف الاقامه وقت المغرب 10 دقائق رجع يوم التبت على يمين والله المسجد ما بعدك تمر الصف في العلمين اي زين الحمد لله هم مكتملين الى صف 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 ونص صوت صف صف ونص بيكتمل تجربه حلوه اي تجربه حلوه زين والله يا ريدين ان هي ما سلم الامام طبعا الصلاه كلها كلمه ما افكر شو اقول انا حافظ لي حديثين كنت ابى اقولها وحافظ معها شرح اي وحركات المشايخ السلام عليكم فضيله الشيخ الله لا يهينك بس عندي كلمات والله فاخر انا للحين ما بعد التفت والله يا ريس ساعات مسكت الميكروفون وفريت على المسلمين الا 14 صف هذه الحين جاتكم من الفري ام الفري اشهد والله يا ريس يا جاني انفضك انا ماسكني كهرب انا ابغى اثبت نفسي الحين بستخدم الاسلوب اللي الضغط مضغ معك ضغط عرفت لا لا مسكت الميكروفون يوم قام الميكروفون صوت الرجم اشهد والله والعالم تعين فيني الامام رفع راسه هذا شيء مهدي مات قدام ايش اللي صاير؟ مهدي سحب القطرات وسوى نفسه جلطه ما اعرفك لا 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 الحمد لله رب العالمين قسما بالله انا عندي ضعف في الرجل اليسرى يا رجل هذه من ذاك الايام فيها حادث من ذاك الايام فيها حادث اعلمك فيها صيخ وضعيفه كامل الحمد لله رب العالمين ها الامام يحسبني بشحذ يحسبني بقول يا اخوان انا قدر والله يا ريجي الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم الرجل ما ثبت او كذا قامت تتوضي قلت كذا اقعد اللي الحمد لله رب العالمين صارت النفوذ في الميكروفون تقدر تغني الصوت الامام يعاين المشكله الامام الإمام يقول كانها بلوك عرفت إيه يا ولد أشهد وأقول لك كلمة وأخطي في حديث الله أكبر جبت لي طامة في الحديث أوفا أكشن دي أكشن دي إيه شو أنت لعمس أنت عرفت ولعمس أم الإمام بحديث يوم جيت أظهر يلحق الإمام قال متى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر هذا كنت يا أخوان ما فعله ايش مسكين مساعد؟ لا لا الحين صدق هو قدوم انا خلصت الكلمه هم يسمون يشحت ما فهموا وش كلمتي يعني يقول الحين سعد بابا مش حد يوم خلاص بالحديث وخلاص انا غدرت كان ملزام والله يوم خلاص انا الكلمه اللي هو لازم الحرك عرفت عرفت الشعور مزقت واطلع من الباب يلحق الامام قال الحديث هذا منين جبته؟ قلت يا اخو ما قلتك يا اخو والله ماني قايل قلت والله ما قلتك قال يا اخي والله العظيم سامعينك يا جماعه قلت والله ما قلت يا اخي لا تخطيني انا اعرف كلمه قال يا اخو والله لا كلمه واختك جبت فعل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قلت لا اجل المسلمين ذول يا اخو من كلامك ترى في ذمه قبل القيامه اسمع ايش سوى؟ لا خليني اعلم يا ولد قلت والله قال اسمع لعدت تطلع وعدت تطلع على الميكروفون وعدت تمسك الله كنت على خشم والله ما شكلك مغصوب يا ابو انت خشمك ضيعته والله ما عاد تشوف ما عاد تشوف ما عاد تشوفني على المسارح والله ما عاد تشوفني ايام الغرب والله ما عاد تشوفني لا والله ما عاد تشوف عقب ما طلعت كلمة طلعت كلمة مره في المسجد ومعي ورقه كان في ذا قال ابوي وش ذا بيخبز ذا بيقول او تحط ورقه ابوي قلت له السلام عليكم هذا واحد يقول ابو ذا ماسك سلام لا انا عشان بس ودي اوضح صوره للفائده اللي نستفيدها من الكلام هذا الله يبوكم نكته حلوه لكن بس حقيقه قاعد على موضوع ان ليس العيب ان تخطئ ولكن العيب ان تستمر تستمر بالخطا يعني رحمه الله اليوم اشوف في العالم كله في حدث وفاه الملاكم العالمي المسلم محمد علي كلاي وهذا فخر للاسلام كله ان يصل توفى فله مقوله مشهوره الرجل طبعا عرف ليس بالملاكمه معروف ايضا انه حكيم حكيم عباراته ردوده فمن الاقوال حقته اللي يقولها يقول ليس العيب لانه بحكم خاصه ليس العيب ان تسقط على الارض تعمل ملاكمه يشيلك فوق يضربك الارض عند الختمه شفت كيف؟ ليس العيب ان تسقط على الارض ولكن العيب ان تستمر في السقوط السقوط فهمت علي؟ ف علمنا بقصتك رحمه الله يعني نسال الله العظيم ان الله يرحمه لانه عظيم والناس كلها منشغله بهذا الحدث نسال الله ان يسكن الجنه يوسف علمنا سالفتك يوم رحت تخطب يا عمران يا عمران قول لكنه كان بيتكلم لا لا سم بس بقول انه فعلا تكلم عن البطل يعني محمد كلاي كان رمز للاسلام يعني وشرف كبير لنا احنا كمسلمين يعني ادمي ترك اثر واصبحت مقولاته خالده اعتقد من ضمن اللقاءات اللي كانت موجوده انه سئل يعني
ايش راح تعمل باقي حياتك او بعد اعتزالك؟ فقال ساستعد للقاء الله. فكان داعيه وهو ايضا ملاكم. فكيف يعني سبحان الله اثر هذا الدين وايضا يعني انعكس عليه في اسلامه حتى انعكس على العالم كله. اقول شيء، ليش الخطا؟ انا اخطيت، ما هو عيب انك تخطي. صحيح. المشكله اذا اخطا الواحد ويقول لا خلاص هنا وقف. يا اخي خل الخطا هذا دافع لك انك تطلع للامام. هي بحسب الشغف يا معاذ. المنشدين المقدمين المقدم ما طلع من بطن امه كذا مقدم. هو الفرق يا ابو الوضع. الشغف الشغف والاصرار. الفرق هو بين انك تخطي استمر استمر وبين انك ترضى بالخطا. انا يمكن اخطي لكن ماني راضي بالخطا. هنا انا اعتبر الخطا هو التعليم الاساس. صحيح. الخطا تعليم. الا بعض الناس نتعلم. موقف ساعد اتذكر انا واحد يقول ابوه المؤذن وهو الامام، ابوه شايل وكل الجماعة شيبان. حلو استريح. يقول بعد صلاة العصر يقول أنا معود الشيبان إني أقرأ لهم من أي كتاب. يقول مرة قاعد تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شايب التفت المؤذن المسجد فيه لمبة لمبة تشر. لمبة لمبة تشر بس المسجد خربانة. قال أبو فلان يقول أنا أحدث عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا اللمبه ذي ما صلحتها. قال والله اني قايل للثور هذا اكسر لنا بس الثور ثور ما يفهم. يقول انا التفت اسكر الكتاب وامشي. يا اخي شيبان انا اقول انا يقول انا قايل للثور هذا اللي يقرا عليك بس هو الثور ثور ما يفهم قايل اصلحها بس ما يصلحها. راح اقول قلت يا اخي ولده لا ابو البراء خلصت؟ اي قضيت معليش لا لبق قلبك ابو زقم سلطان الدغيلبي تعرفه عاد انت. اول ما اشرطته القديمه كان يقول سالفه ما ادري هي عنه او يقصها عن واحد. يقول طلعت ابى اخطب خطبه جمعه لا 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 هو وانا معك انا معك ايوه ابى اقول اذا غلط صح لا لا اسلم اسلم اذا ما ادري انا بقول اللي اخاف انها غلط انا فيها بطلع اللبها ايوه يقول طلعت المنبر عرفت معي انت يا ابو البراء معك نبداك معك نبدا وجهك. يقول طلعت المنبر يقول شوي احس بحراره طبعا هو كان ماسك يده كذا يقول احس بحراره اول مره ترى يقول احس اني دخت الا الرجال طايح على المصلي. هذا الحديد اللي قدامه مهم مثبته ايوه قلت الحمد لله رب العالمين يقول قام يتحرك كذا قدامي يقول ارجع ورا والصلاه والسلام يقول ما عدلت ودني فيه يقول قمت انا بين المصلين اثر شوش من فوق المنبر على الري لو معنا هذا كان دايخ يعني ولا داخ سلطان داخ والحديده كمان واقول طاحت لا حديدته ولا ميكروفونه قسم بالله الشيبان يقلبوها شلونه قسم بالله يا ابو كمل الخطوه بدل واحد من ثاني والله يا عليك على السلطان يا اخي حسيت اني ما اعرف اقول سالفه تضحك يا اخي انت تضحك والله انا قاعد اتذكر اسلوبه عرفت تخيل شكله يطيح ويهبط يا اخي الله يقطع الكلام يذكر